هاي يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ويلكم تو ماي يوتيوب شانل. لو انتوا اول مره تشوفوني ويلكم باك لو انتوا اوريدي عاملين لي سبسكرايب. النهارده هنتكلم في ساندي بوك داي عن كتاب جديد وهو The Rules of Work by Richard Templer. فلنبتدي. مبدئيا خليني اقول لكم الريفيو بتاع الكتاب ده قبل ما اخدكم في الاناليسز بتاع الشابترز بتوعه، علشان خاطر بجد الكتاب ده من اهم الكتب اللي انا قريتها في حياتي. On scale 1 to 10 لو انا هريفيو الكتاب ده، ف طبعا هديله 9 out of 10. اول حاجه اسلوبه سهل جدا، ممكن اي حد انه يفهمه. الانجليش بتاعه مش صعب، بالعكس ريتشارد تامبلر دايما بيتكلم بحسه كده انه بيتكلم بالسلانج لانجويج شويه، فلو حد انترستد اصلا انه يحسن اللغه بتاعته فطبعا يقرا ريتشارد تامبلر. تاني حاجه وهي احلى حاجه برضو في الكتاب ده، ان هو ملخص كده، يعني زي ما بنقول مديك الفوله بتاعت تشتغل ازاي، او ازاي تكون كويس في الشغل، او ازاي توصل للتارجت اللي انت عايزه، او ازاي تتعامل مع الناس في الشغل. يعني لو حد لسه هيبدا الكارير بتاعه او في الجامعه زي حالاتي، فالكتاب ده طبعا من احسن الكتب اللي ممكن يقراها خلال فتره الجامعه، لانه بجد فيه معلومات كتير قوي مهمه، وزي ما قلت هو بيديك الفوله بتاعت كل حاجه. ده بالاضافه ان ريتشارد بجد منظم جدا، يعني مش بيتوه خالص، ودايما بيعمل ان هو بيربط ما بين الشابترز كلهم ببعض، فبتبقى كانك بتذاكر الكتاب اكتر من انك بتقراه بس. وده فان بوينت ان ريتشارد كاتب في اول الكتاب بتاعه ان لو انت هتقرا الكتاب ده ما تقولش لاي حد عليه. ف ماشي اوكي ريتشارد اي فيلد يو، انا قررت اعمل يوتيوب فيديو عنه. خلينا بقى ندخل في الاناليسز واخدكم في جوله سريعه جدا جوه الكونتنت بتاع الكتاب. يعني كده الكتاب بيتكون من 10 بارتس مش شابترز، يعني هو مرقمهم عن طريق رولز، يعني رول نمبر 1 رول نمبر 2 رول نمبر مش عارف ايه. هم حوالي كام رول؟ علشان خاطر هو حاطط في اخر الكتاب زي جيفت كده، فهو بالظبط 109 رول او قاعده، يعني 109 رولز. تمام، بتكلم كلها عن الشغل، ولكن متقسمة تدريجيا زي ما قلت في البرنسبلز بتاعت ازاي تتعامل في الشغل، ازاي تحقق تارجت، ازاي تكون شخص كويس في الشغل. اول ما يفتح الكتاب هنلاقي introduction، وهنلاقي اول part اللي هو هنتكلم عليه دلوقتي اللي هو walk your talk. في walk your talk basically ريتشارد تامبلر اتكلم عن الاتيتيودز بتاعتك في الشغل، ان ازاي انت المفروض تكون بتتعامل في الشغل من حيث المشيه، من حيث طريقه الكلام. تاني بورت كان know that you are being judged all times، يعني اعرف ان انت متراقب طول الوقت. ففي البورت ده ريتشارد كان بيقول لنا هاكس ازاي ان انت تعمل كويس في الشغل، من حيث ان انت محدش يمسك عليك حاجه، ودايما تعمل التارجت بتاعتك كويسه. بارت 3 كان have a plan. have a plan يعني خلي عندك خطة، وريتشارد هنا كان بيتكلم step by step، خطوة بخطوة ازاي تحقق goal. رابع بارت هو if you can say anything nice shut up، وبصراحة this can be done يعني on your daily basis، حياتك العملية، ان if you can say anything nice shut up، لو مش عارف تقول حاجة كويسة فاسكت. تمام، وهنا بدأ يتكلم عن حاجات اوعى تقولها خالص في الشغل، حاجات ما ينفعش نقولها في الشغل لا بينا وبين بعض ولا حتى للمانجرز بتوعنا. Very interesting part. Part number 5 look after yourself، خلي بالك من نفسك. ان هنا ريتشارد اتكلم عن ان الورك بليس بتاع الشغل او البيئه بتاعت الشغل مش بتبقى بيئه دايما سلسه ولذيذه وكلنا عيله في بعض، لا بتبقى بيئه تنافسيه وفيها مشاكل وحوارات، وفي بقى العصفوره اللي بتروح توقع ما بينك مش عارفه ايه، وفي اللي عايز يبقى ايه، حاجات كده. فريتشارد هنا بيتكلم عن ازاي تخلي بالك من نفسك في البيئه الرهيبه دي. فكرني بجد باعلان كان جامد قوي، كان موجود من كذا سنه، اللي هو واحد قاعد باين بتاع نسكافيه تقريبا، وحواليه بقى واحد شبه التمساح ومش عارفه ايه. حاول اجيبه لكم لو لقيته. بارت 6 بيتكلم عن بلاند ان. بلاند ان بيتكلم عن ازاي تندمج وسط الورك بليس بتاع الشغل. وريتشارد هنا يعني مش عارفه اقولها ازاي، بس اتك على حاجه مهمه قوي، فكره ان انت لو معرفتش تبلاند ان على الشغل، الناس هتفتكر يا اما انت بتحاول تبقى احسن منهم، او ان انت مش عارف تبلاند ان، فهينبذوك كده كده، وهيحاولوا ان هم يحطوك في كورنر كده، فمش تبقى احسن حاجه يعني لو انت عايز في يوم من الايام تترقى وتبقى المانجر بتاعهم. Very برضو interesting point. البارت اللي بعديه اسمه act one step ahead، يعني اسبق بخطوه. وهنا البارت ده بدا ان هو يتكلم عن ازاي تستاند اوت، ازاي تبقى انت شخص مميز وسبيشال، بس من غير ما الناس اللي حواليك يحسوا ان انت بتحاول تكون مميز وسبيشال، لان بيز على الرول اللي قبليها او البارت اللي قبله، لو انت حاولت تبقى مميز وسبيشال من غير ما تبلند ان، فالناس برضو هينبذوك، لان هيحسوا ان هو ايه ده، لا بيحاول يبقى احسن حد ولا ايه.
حطوك على جنب. اصلا حاجه ان انت تعملها ان انت تبقى سبيشال من غير تبلند ان. ف ات وان ستيب اهد برده من البوينتس الامبورتنت جدا. او صراحه الكتاب كله مهم يعني، انا مش عارفه بصراحه اقول ايه انهي بوينت مش بوينت، كلهم مهمين. بوينت 8 كالتيفيت دبلوماسي، يعني تبقى دبلوماسي كده في نفسك وتعرف تسايس كل الناس بشياكه وتعرف تاخد اللي انت عايزه وتسيب اللي انت مش عايزه، او تحسسه من انت سبت اللي انت مش عايزه مع انك عايزه، يعني سياسه بقى كده وحاجات خطيره. بلس قبل ما اخش على اخر بورت تقريبا او اللي قبل الاخير، ان في كالتيفيت دبلوماسي ريتشارد تامبلر كان دايما حاطط اكزامبل بتاع انت لو عندك تو سايدز المفروض تختار واحد منهم تعمل ايه علشان لا تخسر ده ولا تخسر ده. زي ما قلت لكم دبلوماسيه. اخر بورت اسمه نو ذا سيستم اند ميلك ات. نو ذا سيستم اند ميلك ات يعني لازم تبقى فاهم السيستم بتاع الشركه اللي انت فيها، مش بس الديبارتمنت او كده ماشي ازاي. لان هو هنا بيقول ان المانجرز لما بيشوفوا ان هو ده شخص عنده بعد نظر وبيحاول انه يفهم كل حاجه ماشيه ازاي وفاهم الدنيا ماشيه ازاي، بتبقى يعني مور لايكلي ان انت تجت بروموتد وكده. بس طبعا ده يعني ده بطريقه بيزك جدا بشرح بيها الموضوع. ريتشارد شرحه بطريقه يعني اعتقد اصلا ده اكتر بارت او مش اكتر بارت مش عارفه، بس هو واخد كتير يعني من الكتاب. بس احنا كده خلصنا the rules of work. بجد I really recommend ان انتوا تقروا الكتاب ده، من امتع الكتب اللي انا قريتها في حياتي، وكتاب يعني انا قريته كذا مره لانه يتذاكر مش يتقري بس. وبكده احنا نكون وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم please قولوا لي في الكومنتس، ولو ما عجبكوش او عندكم اي كومنتس قولوا لي برده في الكومنتس. وبما اننا على اليوتيوب اعملوا لي سبسكرايب.